القطرية البارزة خليل مهندي بمناسبة مرور 25 عاما على رئاسة الاتحاد القطري. الاتحادات الإقليمية والدولية أرسلت خطابات تهنئة وأشادت ببصمات الرجل عربيا وأسيويا وأيضا عالميا. هذه متابعة للموضوع مع الزميل فيصل هاجري، تفضل. شكرا لزميل ماجد المنصوري، أهلا بكم جميعا. وهذه دعوة لمتابعة حدث انطلق من العاصمة القطرية الدوحة وحصد تفاعلا كبيرا على الصعيدين الإقليمي والدولي. الاتحاد القطري لكرة الطاولة احتفل في الساعات القليلة الماضية بالسيد خليل أحمد المهندي وقد أتم 25 عاما في سدة الرئاسة، وكانت بصماته مؤثرة لتطوير اللعبة محليا ودوليا. رئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة الذي أعرب عن سعادته بهذا الحدث وسعادته أيضا بالتهنئة القادمة من الاتحاد الدولي، يعد من أهم الشخصيات الدولية في اللعبة. يجمع الآن بين رئاسة الاتحاد القطري لكرة الطاولة ورئاسة الاتحاد العربي، كما يشغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، وهو كذلك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي. 25 عاما، ربع قرن بالتمام والكمال من الجهد والعمل لتطوير اللعبة. مشوار طويل في خدمة رياضة أولمبية عريقة ومساهمات مهمة لتطوير اللعبة على جميع الأصعدة. خليل أحمد المهندي أتم 25 عاما يعتلي هرم رئاسة الاتحاد القطري لكرة الطاولة منذ عام 1995 وحتى اللحظة. الدورة الحالية هي الأخيرة في مسيرة الرجل، والهدف المعلن خلال فترة قادمة هو رئاسة الاتحاد الدولي. يشار في هذا السياق إلى أن الألماني توماس بايكرت يشغل الآن هذا المنصب الكبير، والمهندي قال في الساعات القليلة الماضية: سعيد بالتكريم وأتطلع لرئاسة الاتحاد الدولي قريبا. نهاية هذا المقتطف الذي يحدد استراتيجية الرئيس الحالي للاتحاد القطري لكرة الطاولة. في انتظار خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، تم اختيار السيد خليل أحمد المهندي لينضم لمؤسسة الطاولة العالمية. المكتب التنفيذي وضع ثقته في الشخصية القطرية البارزة ليكون عضوا منتدبا وممثلا للاتحاد الدولي لكرة الطاولة. أربع نقاط تتصدر المهام الرئيسة لهذه المؤسسة العالمية، على رأس هذه النقاط زيادة استثمارات اللعبة وأيضا وضع خطط لتسويق هذه الرياضة. المؤسسة معنية أيضا باستحداث بطولات جديدة ورفع سقف الجوائز المالية. تنشد أيضا تحقيق عوائد من الشركات الراعية والبث التلفزيوني، حيث من المنتظر أن تتعدى قيمة الاستثمارات حاجز 100 مليون دولار. مجمل هذه الخطط مدرجة في جدول أعمال عام قادم 2021. مكانة خليل أحمد المهندي أكدتها هذه الرسائل الواردة من مختلف العواصم الكبرى في عالم كرة الطاولة. الاتحاد الدولي لكرة الطاولة خصص الصفحة الأولى لموقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت ليبرز بصمات المهندي على امتداد 25 عاما. التفاعل امتد لصفحة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي ستيف داينتون في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وصف المسؤول البارز رئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة بسيد الاستراتيجيات. رسائل التهنئة جاءت من مختلف العواصم الأسيوية والعالمية، والاتحاد الصيني الذي يدير المدرسة الأعرق في هذه اللعبة أشاد ببصمات الشخصية القطرية. واستكمالا لهذه التغطية ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف من العاصمة الدوحة السيد خليل أحمد المهندي. سيد خليل، أهلا وسهلا بك. بعد التهنئة بمرور 25 عاما في رئاسة الاتحاد القطري، كيف تقيم راهن اللعبة الآن بعد ربع قرن من العمل والخطط والجهود؟ مرحبا أخوي فيصل، وأنا سعيد معاكم في هذا اللقاء. أكيد 25 ربع قرن مرت من عمري كرئيس الاتحاد القطري، وسبق أنا في السابق كنت طبعا عضو أو أمين سر وتدرجت في هذه اللعبة. أعتقد أن قضيت من عمري ما يقارب 40 عاما، وأنا من كنت لاعب إلى إداري وشبه ذلك. أكيد عمل كبير وعمل في تطوير اللعبة سواء محليا أو عربيا أو آسيويا ودوليا، ولله الحمد يعني من خلال أعتقد الكتب او الايميلات اللي وصلت امس واليوم في ايميلي الشخصي او ايميل الاتحاد القطري، اعتقد هذا يعني سام على صدري الشكر من جميع انحاء العالم، سواء من الاتحاد الدولي او من الاتحادات الكبيره مثل الصين والسويد
والاتحاد الأوروبي واعتقد الاتحادات العربية وما شابه، يعني امور كثيرة يعني تقدر العمل اللي مثلا قام به خليل المهندي في سبيل هذه اللعبة. واعتقد ان قمنا في وجعلنا الان الاتحاد القطري مع اخوانا اعزاء عملوا معي في السنوات الطويلة هذه، سواء من اداريين اعضاء مجلس ادارة او لاعبين او حكام واعلام في كل مجالها، اعتقد جعلنا الاتحاد القطري لكرة الطاولة في مصاف الاتحادات الاولى في العالم. وهذه مش لان خليل مهندي رئيس الاتحاد بس، هذه من خلال الكتب او من خلال يعني سيد خليل الثناء اللي يجي على طول على الاتحاد القطري. جميل جدا. سيد خليل، كيف تستعدون للرهان الجديد رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة؟ اول شيء اخوي فيصل، يمكن انا امس كنت مع الاخوان في المجلس. الاتحاد الدولي لكرة الطاولة يعتبر من اكبر الاتحادات في العالم، يعني تقريبا 226 دولة ينضمون لهذا الاتحاد. الاتحاد الدولي لكرة الطاولة راح يحتفل بعد 5 أو 6 سنوات بمرور 100 سنة على إنشاء هذا الاتحاد الدولي. توافدوا في تقريبا الآن ما يقارب 95 سنة فقط 7 رؤساء الاتحادات. بعد سنوات عمري هذه كلها أعتقد أن لي طموح أن يكون اسمي أو اسم بلدي أو صورتي موجودة في متحف الاتحاد الدولي، وأتمنى أو أطمح أن أكون أنا الرئيس الثامن لهذا الاتحاد الكبير وأتشرف برئاسته وأختم به مثل ما يقول حياتي الرياضية أو لعبتي المحببة لعبة كرة الطاولة، وأنا أكون أترأس أكبر اتحاد قاري في العالم. جميل، وأنت أهل لذلك سيد خليل بكل تأكيد، رئيس الاتحادين القطري والعربي، النائب الأول لرئيس الاتحادين الأسيوي والدولي لكرة الطاولة سيد خليل أحمد المهندي، شكرا جزيلا لك. سنوات شاهدة على بصمات السيد خليل المهندي في مختلف المواقع التي يشغلها. الرجل يستعد لترك منصبه المحلي لشخصية جديدة ويتجه صوب مبنى الاتحاد الدولي ليكون صانع قرارات عالم الطاولة. تمنياتنا بالتوفيق في هذا الرهان الذي يؤكد قيمة الشخصيات القطرية في مختلف المحافل الكبرى. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، وعودة الآن للزميل ماجد المنصوري لاستكمال ما تبقى من النشرة. تفضل ماجد. شكرا فيصل. أبرز الاتحاد الآسيوي